السلام عليكم خواتاتي الغزالات وصحباتي الغاليات على قلبي، يا احلى متتبعات في الكون. كي دايرين لاباس عليكم؟ وليداتكم والديكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما وياهم يا ربي وفي احسن الاحوال. صح، ونبداو كيف العاده بالصلاه والسلام على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو جديد انا متاكده انه غادي يعجبكم، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم اللي كتشجعني وكتحفزني باش نقدر نزيد مزال ننزل فيديوهات اكثر ونقدر ننزل كل نهار. المهم هنا عندنا ربعة الكيسان ديال الدقيق 400 غرام، نضيف عليها معلقة كبيرة ديال الخميرة، معلقة كبيرة ديال السكر، الملح، وجوج معالق ديال الزيت. وبالنسبه للماء، الماء يكون دافي. انا عندي في العجانه، راك عارف ما عندكش العجانه، تقدر تعجنوا بلا عجانه. الماء يكون دافي، ضروري الماء يكون دافي. انا عجنوا عجينه عاديه ديال الخبز. نتوما تدلكات، نتوما عجنتو بيديكم راه عادي يدلكوها مزيان كما كنعجن الخبز بحالو. دابا غنسد عليها ونخليها تخمر. صافي نخليها تخمر حتى تضاعف الحجم ديالها. انا فاش اول حاجه درت فاش نفقت عجنت هو الاول وعجنت الخبز العادي اللي ديما كنشاركو معاكم. المهم هانتوما شتو ضعف الحجم ديالو، ندير واحد شويه الزيت في يدي شويه باش نجلى. نحاول نطلقها هكا نطلقها بيدي بلا ما ندير. المهم ها هو هذا هو السنجون اللي كندير فيه. صافي كيما طلقتها قلت لكم طلقتها غير بيدي، غنبدا ندير هكا غير بشويه هكا ونبقى غادا نلوي فيها. كما قلت لكم كنبقى نلوي هاد البلاصه
هنا غنديروا عليها. المهم ها هو المول عندي غير الصغير ما عايش على شي بركه. يا بسم الله وغنسلو بحال هكا وضروري ما نضغط. ملي كتحطوه في المول قادوه دابا غنطي. لكن عندكم المول هذاك ديال الكيك ماشي مشكل، هو يقد فيه هذا القياس ديال 4 د صافا. كنسد عليه ونخليه ثاني يخمر. المهم ها هو راه خمرات. المهم البنات ها نتوما راه خمرات، دابا غنديرها في الفران لي سخون وغيطيب. انا ما نحتاجش ندير دابا الغطا حيت بغيتو يطلع مزيان، يجي عالي باش يجي زوين في المنظر ويجي كبير. المهم دابا راه شعلت الفران سخون، راني يكون سخون مزيان صافي وحطوه ديروه يطيب ونطيبو ان شاء الله ونرجع معاكم. المهم البنات كما شفتوا هذا راه البارح درتو، درتو معكم البارح وخليته بات ليله كامله باش ما يتفرتتش لينا حيت خاصو يبرد مزيان. عاد هذه الخبز الطوست اللي درت معكم البارح خاصو يبرد مزيان عاد تقدروا تقطعوه. وبالنسبه للموس اللي خاصكم تقطعوه قطعوه بمنشار يكون مزيان، ما عرفتش هذا واش يقطع ليا الشوكيجه. بسم الله راه انا اللي بغيته يتحمر من لهنايا، حمرته مزيان شي ما كيبات الليله كامله ما كيبقاش يتقطع ما تهرس لكم والو. ها انت انا نقطعو كامل نفعكم الفطور. انا راه ندير به حتى البيتزا، كندير به حتى البيتزا خشاف الفران هو نيت كنعمرو كنديرو بحال شكل ديال البيتزات. شفتو زينه برك عجبها الشكل ديالو كي كتقولي بحال داك اللي ديال برا حيت كيجي بحال هكا، حيت كيجي بحال هكا بحال الشكل ديال الفطر. شو كتيجي شتو كيجي واعر البنات، غير جربوه تقدروا تعمروه ديروه في الفران كيجي بحال بيتزا. ها انتما البنات شو كيجا جواعر جواعر، انا حتى هاد الطريفات الاخرين ما قطعتها ما يضيعش هاد الشيء، الشيء كيجا جواعر واعر البنات بزاف كاع. المهم ها انتما شو كيجا من الداخل ينفعكم مع الساندويتشات ديال الوليدات. والله حتى انا بعد المرات كندير فيهم نيت، دابا نشاركها معاكم كندير فيهم نيت داك الطوماط ديال الصوص ديال مطيشه ديال البيتزا كندير فوق منها فرماج وشويه زيتون شويه الطون، والله حتى كيجي واعر
وديروا وحده على وحده بالحق، ماشي غير تقدروا ديروا حتى غير وحده، ولكن الا درتوا وحده فوق وحده كتجي زوينه كتجي واعره. وانا شاركت معكم عاوتاني واحد الوصفه ديال البيض بالحليب في المقله، وكنت كنغمس فيها هذا التوست. ايوا هادشي اللي كاين البنات، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وجربوه وخليوا لي التطبيقات ديالكم في الانستغرام ان شاء الله. بسلامه عليكم.